واليوم البلاد ديالنا حققت عدة أشياء إيجابية جدا، وهذه الأشياء هذه ملموسة، ثم يمكنكم تعرفوها. كنا نمشيو النمو الاقتصادي 3.6%، عدة بلدان يبغيو يحققوا هذا النمو هذا، ولكن حنا نقولوا بأن هذا النمو هذا ماشي هو نمو كافي، ولكن اللي حققنا 3.6 نسبة نمو مكنتنا باش داك الناتج الداخلي الخام لكل ساكنة ضعفناه. في 1999 كانت 1999، مازال 2000 من بعد، كان 1999 كانت عندنا تقريبا واحد الناتج الداخلي الخام تاع 1500-1600 دولار لكل ساكنة، اليوم وصلنا 3200 دولار لكل ساكنة. ماشي هذا هو الهدف، الهدف هو خصنا نوصلوا ل 10000 دولار كل ساكنة. هادو هما اللي تعيطوا لي لا بانك مونديال، تعيطوا لي بيا روفوني انترميديير ولا اسواق الصاعده لي مارشي ايمرجون. دونك مازال خصنا نخدموا، ولكن حققنا هاد النمو الاقتصادي. ثانيا اللي مشينا لمحاربه الفقر، نسبه الفقر اللي كانت في المغرب كانت حقا مرتفعة جدا، اللي وصلنا تقريبا واحد 15%. مازال ماشي كافي، ولكن بعدا قلصنا هاد فيما يخص المحاربة. ثالثا اللي مشينا لمحاربة الأمية مثلا، حتى هي شفنا بأن محاربة الأمية تراجعت بواحد النسبة كبيرة جدا، إلى آخره. اللي شفنا البنية التحتية، هانتوما شوفوا اليوم شنو هما البنية التحتية اللي موجودة في البلاد.